السلام عليكم الحادقات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احوال جيده. مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي هو عباره عن كيك اللي كيجي ناجح 100% بمذاق ديال البرتقال. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم جميع الاسرار باش ينجح معاك الكيك من اول تجربه بدون خلاط او ضراب كهربائي. كيجي طالع وخفيف ولذيذ. بلا ما نطول عليكم، كملوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. في واحد الاناء غادي ندير 3 البيضات بدرجه حراره ديال الغرفه، من بعد نزيد عليهم كاس ديال سكر سنيده. بالنسبه اللي عندها الكاس ديال العنبه فديروا كاس ممسوح، الا كان عندها بحال هاد الكيسان ديال اللي كنشربوا فيهم اتاي فدير كاس عامر ديال سكر سنيده. غادي نخلط مزيان مزيان حتى نحس بداك السنيده بدات كتذوب. هاد المرحله مهمه بزاف، كتعاون ان الكيك ديالنا يجينا خفيف، ما يجيش ايضا ناشف. هنا غادي ناخذ الليمونه اللي غادي نحكها في الحكاكه اللي تكون رقيقه. حاولوا انكم متحكوا فقط القشره الفوقانيه، ما تغرقوش باش ما تدخلوش ديك الجلده وتعطيكم المروره في الكيك ديالكم. من بعد غادي نزيد كاس لاروب ديال الزيت. اللي عندها الكاس ديال العنبه فدير نص كاس ديال الزيت. صافي، غادي نبقى نخلط مزيان. اي حاجه كنضيفوها كنخلطو مزيان حتى كتجانس مع العناصر اللي ضفنا ليها قبل. من بعد غادي نزيد كيس ديال الفاني وكاس ديال الحليب اللي هو ايضا خاصو يكون بدرجه حراره ديال الغرفه، وانا كنضيفو انا كنخلط. هنا في هذه المرحله غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فحاولوا انكم ضروري تغربلوه، ومن تضيفوا الكاس الاول خلطوا مزيان حتى ما يبقاش لكم داك الحبيبات باينين، عاد ضيفوا الكاس الثاني. صافي، هنا غادي نضيف الكاس الثاني وغادي حتى هو غادي نغربلو وغادي نخلط كما قلت لكم. هنا الكاس الثالث ضفت فقط نص ديالو حتى نشوف واش الخليط مازال باغي دقيق ولا لا. صافي، غادي نخلط مزيان وغادي نهز يدي، نهز الفويل الفوق وغادي نكتب 8. الا بانت ليا ما بقات واضحه واحد شويه وبدات كتسمح عارف بان الخليط خدا الكميه الكافيه ديالو. الا بانت ليا دغيا تسمحات غادي نعرف هنا بان الخليط مازال خاصو الدقيق. كما كتشوفوا هنا بان ليا مازال الخليط خاصو الدقيق فزت. صافي، وكنبقى نضيف بشويه بشويه حتى كيبان ليا القوام ديال الخليط ما تقيلش وما خفيفش بزاف. صافي، من بعد نزيد عليهم 3 الاكياس ديال الخميره الحلويات. كاين شي ناس اللي كنشوفهم تيقولوا بان الكيك راه كيجي طالع بلا وخا غير خماره واحده، فمن السابع المستحيلات ان الكيك يجيك طالع بلا خماره ولا خماره واحده. دائما الخماره كتكون على حسب العدد ديال البيض. درتي 2 بيضات فكديري 2 خمارات، درتي 3 بيضات فكديري 3 خمارات، درتي بيضه واحده كديري خماره واحده بالقياس ديال 8 غرام. صافي، غادي نخلط كلشي مزيان وغادي ناخذ المول ديالي. بالنسبه اللي عندها هذا المول، هذا انا اختاريت هذا المول لان اكثريه ديال الناس كيستعملوا هذا المول هذا، فهو متوفر في الاسواق وما كاينش شي دار ما عندهاش يعني هذا المول هذا بالضبط بهذا القياس هذا. صافي، هنا دهنته بالزبده ورشيت عليه اما كاوكاو ولا لوز افيلي، ولا بغيتو ما ديروهمش فزعما كيبقى داكشي اختياري. صافي، غادي نهز يدي الفوق وغادي نخوي الخليط. هنا كنكون مسخنه الفران على درجه حراره 180 من التحت، ومن الفوق ما كنكونش مشعله عليه نهائيا بالنسبه اللي عندها الفران ديال الضو. صافي، غادي نخلي واحد الكميه من الخليط وغادي نزيد عليها الكاكاو وغادي نضيف عليها
واحد المعلقه ديال الحليب، حيت باش ما يجيناش الخليط ثقيل بزاف خاص الخليط الابيض يكون نفس الخليط ديال الكاكاو. صافي، هنا بعد ما خويت الخليط ديالي كامل ديال الكاكاو غادي نخبطها بهذه الطريقه ونحيد منها الهواء اللي لداخل، وغادي ندخلها الفران اللي غادي نقص عليه على عافيه 160 170 من التحت. بالنسبه اللي عندها الفران كيسخن بزاف فضروري انها دير لاطا عاد دير فوقها المول وصافي، وكتخليها تطيب حتى كتبان ليها طلعات وكتشعل عليها من الفوق تحمر الوجه ديالها. هنا انا كان باش كطيب كنخرجها من الفران وكنخليها تبرد تبرد واحد شويه دفا يعني صافي، عاد كنديمو ليها، ما كنديمو ليها شويه سخونه، الا ديموليتيها وهي سخونه فراها كتعجن وما كتبقاش هكا شاده الشكل ديالها واضح صافي. وكنغطيها وكنخليها حتى كدفى عاد كنقطعها. هنا انا زينتها بسكر كلاصي صافي. هنا من بعد ما بردات وخدات بردات نهائيا كما كتشوفوا راه كتجي خفيفه ولذيذه بزاف وكتجي طالعه ومكوناتها بسيطه بدون خلاط كهربائي ولا ضراب، فكتجي لذيذه. كنتمنى انكم تجربوها وتقدموها للعائله ديالكم بالصحه والراحه، وكنتمنى انني نكون فسرت لكم عطيتكم اسرار باش كينجح معكم الكيك. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم وتقدموها وتجربوها لوليداتكم بالصحه والراحه. الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي فانضمي الينا الى عجبك الوصفات والمحتوى اللي كنقدم، وايضا ضغطي على الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. الى حلقه مقبله مع فكره جديده ووصفه جديده ان شاء الله.